شهدت محافظة مطروح تنظيم فعاليات المؤتمر الرسمي الأول للمرشح عبد الفتاح السيسي بالمحافظة بحضور ما يقرب من 4000 مواطن من عمد ومشايخ وعواقل وشباب ونواب البرلمان والشيوخ والقيادة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة. أكد عمد ومشايخ وعواقل وشباب محافظة مطروح عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة. مؤتمر حشدي كبير لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة الانتخابات الرئاسية القادمة. بنقول كلنا معاك ومكملين للحفاظ على الأمن القومي المصري من التحديات اللي بيواجهها في الفترة القادمة. سيادة الرئيس، نحن النهاردة يعني بينجز مشروعات، المشروعات دي بتتحدث عن نفسها. مطروح النهاردة تعتبر في بؤرة اهتمام سيادة الرئيس من مشروعات قومية زي الطرق، زي مينا جرجوبو، زي العالمين الجديدة وبرج حكم الجديدة، وزي خلف 500 فدان. النهارده اللي عايزين نقول للمواطن، المواطن النهارده واعي، يعني عنده وعي انتخابي، هو عارف بيدي مين وعارف الامن وعارف الامان اللي احنا بنعيشه. كل ثقه ان انا ادعو الشعب المصري العظيم للوقوف خلف القياده السياسيه لدعم فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ادعو ابناء محافظه مطروح الوطنيين للمشاركه والخروج في الاستحقاق الدستوري القادم لكي تظهر محافظتنا الحبيبة بالمظهر اللائق. نقول للسيد الرئيس، نحن معك، نؤيدك من محافظة مطروح بوابة مصر الغربية، كل القبائل معك تؤيدك في سبيل استكمال مسيرة التنمية اللي احنا شفناها على أرض مصر من خلال المشروعات القومية التي تقام على أرض مصر. مؤتمر حاشد لدعم السيد الرئيس في المرحلة القادمة في الانتخابات، وكلنا وراء الرئيس أجل الاستقرار والأجل الأمن، لأن السيد الرئيس كان واضح وإنجازاته واضحة في العشر سنين اللي فات اللي اتعملوا، ما يتعملوش في 30 سنة فاتوا، من حيث أن إنجازات واضحة لكل واحد في الشارع، الطرق والكباري والصحة والسكان، يعني على مستوى الجمهورية الإنجازات واضحة. واقفين علشان ندعم انتخاب سيادة الرئيس، مش واقفين من فراغ، واقفين من إنجازاته العديدة اللي القاصي والداني يعلمها.